بتاعت الفلسطيني المحتل. يعني هذا يؤكد بالفعل انه الاحتلال وجه قبيح واحد اينما كان وكيفما كان. أهلا وسهلا، أنا الآن موجود مع الأستاذة نانا لبات رشيد، وهي مستشارة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية المكلفة بالعالم العربي. مخيمات لاجئين صحراويين تحتضن يومي 17 و18 أبريل الندوة العربية الثالثة للتضامن مع الشعب الصحراوي. كان في ندوتين في السابق وكان في حضور عربي. نحب نعرف اليوم مدى تواجد قضية الصحراء الغربية في صفوف الدول العربية. هل هناك أنظمة عربية أو دول عربية تدعم قضية الصحراء الغربية؟ وهل مثل هذه الندوات اليوم قادرة على إيصال المعلومة للشعوب العربية؟ أستاذة نانا أهلا وسهلا. طبعا أنا شخصيا كإعلامي لاحظ أنه القضية هذه مدعومة من قبل الكثير من الدول الإفريقية في الدول الغربية، لكن على المستوى العربي شخصيا لاحظ أنه في نقص حتى في المعلومة، غياب المعلومة. تمام. ليش هذا؟ ومثل هذه الندوة يعني شكون أحضرها وكيف يمكن تساعد على إيصال المعلومة؟ شكرا الأخ حسام. بالفعل هي القضية الصحراوية لها حضور كبير إفريقي أوروبي وحتى في أمريكا اللاتينية. هذا يعود إلى كوننا موجودين في إفريقيا، والأفارقة معظم الدول الإفريقية تقاسم معنا أهم التحرير، وهناك حركات تحرير متعددة إفريقية. بالنسبة لأوروبا هناك مجتمع مدني متفتح ومنفتح على قضايا العالم. أمريكا اللاتينية لدينا خلفيات مشتركة أيضا تاريخية، منها مثلا الاستعمار الإسباني وغيره، وأيضا لديهم أيضا مسار طويل تحرري. بالنسبة للعالم العربي إذا ما استثنينا الجزائر كعلامة فارقة في هذا التضامن، موريتانيا بحكم الجوار، بحكم التاريخ أيضا، تونس نوعا ما حيادها في قضيتنا محمود على كل حال، والشعب التونسي أيضا شعب منفتح على قضايا المنطقة ومجتمع مدني نشط. يبقى العالم باقي العالم العربي مغلق تماما في وجه القضية الصحراوية. كان هناك في سنوات ماضية بعض الأنشطة في لبنان، في سوريا، في غيرها، ولكن عموما هناك انغلاق كبير، ويخدم هذا الانغلاق وهذا الصدود يخدمه إعلام ممنهج أيضا متوقف تماما أو يدير الظهر تماما للقضية الصحراوية. الأسباب في هذا عديدة، لكن تراكم هذا الفعل، فعل التغييب هذا، خلق صورة ضبابية ومغلوطة وربما منعدمة لدى المتلقي العربي والشارع العربي عن القضية الصحراوية. فهم في أحسن الأحوال، وأحيانا تجد نخبة البلد تعتقد بأن الصراع مجرد صراع مغربي جزائري، وهناك أيضا من يعتقد أنها قضية منتهية منذ عقود، هناك من لا يعرف عنها أي شيء. هذا كما قلت بسبب صدود الأنظمة العربية في الحقيقة في معظمها في المشرق والخليج للتواصل مع الصحراويين الرسميين وفسح المجال أمامهم لإبداء قضيتهم، وخدمة الإعلام لهذه الأنظمة الممنهج لتغييب الشعب الصحراوي. نحن أصحاب قضية في النهاية، لدينا قضية عادلة نرتكز على عدالتها وعلى نصاعة أسسها القانونية، ولدينا الحق في التعريف بقضيتنا، وأيضا تقع علينا من هذه المسؤولية دون غيرنا. لهذا نسعى ودائما سعينا ونسعى وسنبقى على هذا في تبديد هذه الصورة المغلوطة ومحاولة الوصول إلى الأشقاء العرب في كل مكان. الندوة هذه أسلوب من هذه الأساليب التي نعتمدها في التعريف بقضيتنا الصحراوية، إيمانا منا بأن الشعوب العربية كلها فيها خير، وأنها لا تقبل الظلم ولا تقبل الضيم، وأنها في نصرة المظلوم، وأنها فقط يحتاجون إلى معرفتنا. طيب، في الندوة هذه لاحظت أنه في كثير ربما من ممثلين بعض أو النشطاء في المجتمع المدني أو النشطاء في الأحزاب من بعض الدول العربية
يعني هل تعتقد أن اليوم بمثل هذه اللقاءات المعلومة قادرة أنها توصل أكثر للمجتمع العربي؟ هل حسيت اليوم أنه في أصبح في وعي أكثر بالقضية الصحراوية في صفوف المجتمع العربي؟ كي تصل القضية للمجتمع العربي نحتاج تراكم عمل وتراكم جهود والكثير من العمل الدؤوب. لا يمكن أن نقول أنه من ندوة أو اثنتين لقاء أو اثنين أن القضية وصلت فعلا إلى شعوبنا العربية، ولكن بالنظر لما هو موجود وما كان عليه الحال نستطيع أن نقول بأننا تقدمنا الحقيقة، لأنه أحرار العالم موجودين في كل مكان والعالم العربي يسخر بهم، ولدينا أنصار ومؤمنين بقضيتنا في تقريبا كل البلدان العربية، ونعمل معهم على توسيع هذه الرقعة التضامنية والمزيد أيضا من التعريف بقضيتنا. طيب سمحني على المقاطعة، في الدول العربية إذا نتحدث على مجلس التعاون الخليجي دائما في كل بيانات مجلس التعاون الخليجي في دعم لمغربية الصحراء، كيفاش تعلقوا أنتم على هذا الموقف؟ سبق وذكرت لك، قلت لك أن الأنظمة العربية تدير الظهر تماما للقضية الصحراوية، فهي إما صامتة صمت يعني مخجل وإما متواطئة مع النظام المغربي. بالنسبة للأنظمة في الخليج تكاد تكون يعني ممثلة، أو يكاد يكون النظام المغربي بصفته الملكي الوحيد في منطقة شمال إفريقيا هو نظيرها في منطقة شمال إفريقيا، هو النظام الملكي الوحيد الإماراتي. بهذا نستطيع نحن تفسير هذا التعاون الوطيد ما بين دول الخليج والنظام المغربي، لأنه نعتقد أن الممالك بعضها يحمي بعض، هذا هو اعتقادنا، لأن وجدنا في الدول والشعوب التي لديها حركات تحرر ولديها تاريخ مع الثورات وتاريخ مع الاستعمار أنها أيضا منفتحة على القضية الصحراوية وتدعمها في إفريقيا مثل قطب أمريكا اللاتينية، ربما هذا واحد من الأسباب. أيضا الخليج يمتلك هذه الترسانة الإعلامية التي بإمكانها تغيب القضية الصحراوية أو حتى تحويرها أو حتى التضليل عنها، وفعلا هذا ما يحدث في بياناتهم. طبعا هم يدعمون دائما مغربية الصحراء الغربية، لكننا نعتبره دعم فج، نعتبره مغالطة ونعتبره ظلم، وأنهم عليهم نصرة المظلومين لا نصرة الظالم ودعمه. لكن عزائنا في دول الخليج عموما أو في بعض الدول حتى لو سمي أحد في بعض الدول العربية، عزائنا أنهم لا يديرون الظهر لنا فقط وإنما يديرونه حتى لفلسطين التي هي أقدم من قضيتنا وتعتبر قضية كل الأمة الإسلامية والعربية بما فيها نحن، يعني الذين نعتبر أيضا فلسطين قضيتنا العربية. ورأينا كيف طبعوا مع الاحتلال الإسرائيلي، ورأينا أيضا كيف كانوا دروع لحماية الاحتلال الإسرائيلي في حربه الظالمة على غزة. وبالتالي هذه أنظمة أو هذه يعني مثل ما قلت لك أنظمة لها حساباتها، نأمل في يوم من الأيام أنها تعود إلى جادة صوابها وتنصر المظلومين. أنا سمعت أمس في الندوة من يقارن أو من يضع يعني ما تتعرض له الصحراء الغربية والصحراويين بمثل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، مثل ما أن الحق لا يتجزأ الظلم أيضا يكاد يكون متشابه أو هو متشابه، ومثل أنه الحقوق لا تسقط بالتقادم كذلك الظلم والإبادة. الفرق ما بيننا وبين الفلسطينيين فروق في الشكل لا في الجوهر، في الشكل في الجغرافيا في عمر القضية، لكن الجوهر هو الإبادة والتشريد والظلم واستباحة الأرض واستباحة الشعب والتعتيم الإعلامي ودعم الدول الغربية ذات المعايير المزدوجة. عرت الدول الغربية التي الأنظمة الغربية التي تدعم الاحتلال المغربي في إطالة معاناتنا ونهب خيراتنا هي نفسها التي سقطت أوراق التوت كلها عنها مؤخرا عندما تعرضت قوانينها وتعرضت ديمقراطيتها أمام ما يحدث في غزة. الطيران الذي يقصف الفلسطينيين يقتلهم هو نفسه الذي يقتل الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة والمناطق المحررة.
الجدران التي تفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض هي نفسها الجدران التي تفصل الصحراويين فيما بينهم عن بعضهم البعض بنفس الأيدي وبنفس الأموال وبنفس المخططات، يعني كلها مخططات إسرائيلية. الترسانة الإعلامية التي تحمي الاحتلال الإسرائيلي هي نفسها التي تحمي الاحتلال المغربي. الذين يضللون، الذين طبعوا مع الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، هم نفسهم أيضا الذين يقتلون ويهجرون الشعب الصحراوي. بالتالي هو نفسه الظلم نفسه، فقط الفروق فقط في أن الإعلام حكما بعضه منفتح على القضية الفلسطينية ومغلق بالنسبة لنا، يعني السر هنا يعني. أما باقي فهو مكشوف لكل عاقل ولا يجحده إلا جاحد.